حولت قضية الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي منزلا في قرية تورة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية. وقال رئيس مجلس قروي أم ريحان مجدي زيد أن قوات الاحتلال حولت منزلا في قرية تورة المجاورة يعود للشقيقين محمد ونسيم حسن زيد الكيلاني إلى نقطة مراقبة عسكرية، بعد أن أخلت منزل المواطن يونس زيد الذي حولته لمدة 4 أيام لنقطة عسكرية، وفي سياق تضييق الاحتلال الخناق على المواطنين. وللمزيد حول ذلك انضم إلينا عبر الخط الهاتفي عضو مجلس قروي تورة زيد الكيلاني. يسعد صباحك سيد زيد وأهلا بك. صباح الخير. تحياتي لك. يعني لنبدأ، منذ ما يزيد عن أسبوع حول الاحتلال منازل الشقيقين يونس ومحمد زيد إلى نقطة مراقبة عسكرية، يعني تخبرنا بالتفاصيل، في أي يوم جرى ذلك وبماذا أخبرك أيضا الشقيقين؟ من حوالي 10 أيام في منتصف الليل دامت قوة عسكرية منزل المواطن يونس زيد وحولت لسكنة عسكرية، وبسبب طبيعة المنزل أنه في درج داخلي وصعوبة الحركة للجنود، بعد 5 أيام نقلوا على منزل شقيق محمد حسن زيد. نعم. ولحد الآن متواجدين على ظهر سطح منزلهم بحجة أنه في إطلاق نار من مدخل البلد باتجاه مستوطن الشقيقين المقام على أراضي طورة. نعم. يعني أيضا تخبرنا عن المنطقة التي يقع فيها هذا المنزل. يقع فيها في مدخل البلد، مدخل القرية مقابل مستوطنة سكيد، لا تبعد 200-300 متر عن القرية، بفصل بينها وبين الجدار الفصل العنصري بمحاذاة البيوت، يعني 4-5 أمتار عن البيوت الجدار. نعم. اتخذ الجيش قوات الاحتلال اتخذتها ذريعة أنه تستولى على هذه المنازل، تنصب كاميرات مراقبة للمنطقة كاملة بحجة حماية المستوطنين. نعم. يعني هل المنطقة تشهد أي من المواجهات مع قوات الاحتلال؟ وأيضا هل شهدت طورة حالة مشابهة سابقة أم هذا يحدث لأول مرة؟ منذ هذا أول فترة، مرة من فترة بعيدة بيحدث هذا الشيء، يعني من فترة من سنوات ما استخدم هذا الشيء، من عدة سنوات ما صار هذا الشيء عندنا. بالفترة الأخيرة مع التصعيد الحاصل في الضفة الغربية صار عندهم أي سبب أو ذريعة أنهم يستولوا على أي منزل أو على أي منطقة في القرية. نعم. يعني سيد زيد، هل لديك تفاصيل حول عدد السكان في هذا المنزل؟ هذا المنزل مكون من 4 عائلات، في حوالي 20 بني إنسان عايشين، وأغلبهم أطفال. نعم. يعني هل الأطفال، نعم، يعني الأطفال ما بيقدروا يلعبوا باب الدار بخوفهم من الجنود على سطح منزلهم. نعم. وهنا نود السؤال عن، يعني هل لك أن تصف لنا الحالة التي يعيش فيها أبناء وسكان هذا المنزل؟ يعني هناك الكثير من المضايقات، ويعني الآن هم يعيشون في منزل أشبه بالسجن أيضا. هو سجن حقيقي، بالليل ما بيعرفوا يناموا على سطح المنزل، دائما عاملين حركة ظهر على سطح المنزل، طول الليل بقضوها ما بيناموا، ما بتحركوا بحرية بداخل منزلهم لأنهم كاشفين داخل المنزل، يعني حتى من ورد للمنزل سكروا أصحاب المنزل حتى ما يطلعوا على كلب المنزل. نعم. يعني يستمر جنود الاحتلال بالتواجد لمدة 24 ساعة حول، يعني في المنزل؟ 24 ساعة، كل 3-4 ساعات ببدلوا، بتواجد حوالي 15 جندي على ظهر المنزل بشكل دائم. نعم. نعم. أيضا يعني هنا، هل التضييق فقط يقع على أصحاب هذا المنزل أم أن هناك أيضا مضايقات بالشكل، يعني لا شكل أهالي المنطقة، لربما أيضا الكثير من التحديات لأهالي المنطقة خلال تواجد جنود الاحتلال فيها؟ شيء أكيد، لما ناصبين طول الوقت عندهم كاميرات مراقبة وأسلحة موجهة، يعني أي خطأ من أي شوفة ممكن يسبب إطلاق نار عليه، خطأ بسيط من أي سائق ممكن يتعرض لإطلاق نار من الجنود. نعم. أصحاب الجيران الساكنين بحد ما بقدروا يتحركوا بحرية، جيران المنزل. نعم. يعني سيد زيد، كل حركة محسوبة عليهم. يعني سيد زيد، هل لك أن تصف لنا المشهد الآن في المنطقة؟ يعني وجودهم لا يشكل فقط الخوف على الأطفال كما ذكرت، لكن أيضا يعني على الكبار والشباب، يعني شهدنا كثير من الحالات السابقة التي يطلق فيها جنود الاحتلال النار بشكل مباشر على من يسلك الشارع لربما دون أي حجة، وبعدها يوجه له الحجج الواهية. وهذا هو السبب الرئيسي انه عمل خطوره على حياتي حتى الماره من الشارع، كون المنزل على الشارع الرئيسي، شارع رابط بيننا وبين قرى مريحان وظهر مالح خلف الجدار هذا، ووصلنا في عبد والقرى المحيطه فينا. نعم.
يعني هل ما تزال الحركة، يعني صف لنا حركة المرور في هذا الشارع. الحركة طبيعي ما كانت الحركة، بس لكن الحركة صار فيها يعني بحضر بدك بده يكون الحركة في الشارع هذا. نعم، يعني أيضا نتحدث الآن مع عودة المدارس، يعني هل هناك أي مدارس قريبة لهذا المنزل؟ وأيضا صف لنا يعني عودة وطلوع الطلبة إلى المدارس. يعني في عندنا مدرسة بنزيد الثانوية وطولة ثانوية، ذكور طولة ثانوية. نعم. والله بروح على قراب على قريبين على المنزل، على نفس المنزل. حتى الطلاب بدهم يفوتوا بحذر بحركاتهم، بأي تصرف بده يكونوا حذرين من أي رد لجنود الاحتلال المتواجدين على سطح المنزل. نعم، يعني أيضا كما ذكرت أن هناك يعني يقوم جنود الاحتلال بتحويل هذا المنزل إلى ثكنة عسكرية، وأيضا هناك في المنطقة المجاورة بدأ جنود الاحتلال أو قوات الاحتلال ببناء جدار عزل حول هذه البلدة. لتخبرنا قليلا عن هذا الجدار، متى تم بناؤه، وأيضا يعني عرضه وارتفاعه والمضايقات التي تقع على المواطنين من خلاله. الجدار قائم من 2003، أسست من باكر مدن الضفة الغربية، ولكن من 4 أيام بدأ تحويله لجدار اسمنتي بطول 8 متر. نعم. بحجة وقف إطلاق النار على المستوطنات المحيطة في القرية. يعني في جنين هي سلسلة المستوطنات الموجودة فقط، موجودة عن في طورة بين طورة والنزلة. 4 مستوطنات موجودة في هذه المنطقة، جيب استيطاني بيستولى مساحة أكبر من مساحة الكرة المحيطة فيه. نعم. يعني أخيرا سيد، نعم. بدأوا بإنشاء هذا الجدار، يعني حتى نظر الواحد أرض اللي داخل الجدار بطل يتمكن يشوفها. نعم، يعني أخيرا سيد زيد، لنتحدث عن يعني التحديات التي تواجه أبناء طورة بسبب يعني هذا الجدار، وأيضا المضايقات المستمرة لأبناء هذه القرية. يعني المضايقات ما توقفت منذ انشاء الجدار، عندهم منطقة عازلة للجدار ما بنقدر نتحرك فيها كهيئة محلية أو كسكان نبني فيها نتوسع فيها. حد من علاقتنا الاجتماعية وتواصلنا مع أهلنا في مريحانظة المالح، بعد اجتماعي عزلنا عن أرضنا اللي فوق 500 دولم مزروعة بالزيتون، ما بيعطونا التصاريح بشكل موسمي للوصول لأراضينا هاي. نعم، يعني أيضا يعني هل هناك أي تواصل مع المؤسسات الحقوقية أو الجهات الخاصة المعنية مثلا لإزالة هذا الحصار على أهالي هؤلاء يعني المنزلين، أو أيضا يعني لمنع استمرار بناء هذا الجدار؟ يعني احنا من في الهيئة المحلية دائما بالتواصل مع الجهات الرسمية والجهات الحقوقية لوقف استكمال هذا الجدار، ولكن نعم. على ما يبدو انهم ما بتطلعوا هذا الشيء ومستمرين في العمل لفترات طويله في اليوم، يعني بيبداوا بالصباح الباكر من الساعه 6 الى الساعه 6 هم في العمل حتى ينجزوا اكبر مساحه من الجدار. نعم، اذا الى هنا اود شكرك يعني عضو مجلس بلدي طوره زيد الكيلاني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.